الصيف وليش لا؟ وهو موسم الأعياد والعطل والفرحات، أغلب تفاصيل الصيف حلوة، أغلب مسلسلات أو أفلام أو أي شي بدك إياه، وكل شي بتساويه هو إنك تجلس بمكانك. طبعا المقطع ما بيكون بيسلي لما تحكي عن الأشياء الإيجابية، لازم نركز على السلبيات. وقتي رمضان كان بيحكم بالصيف، اللي صعب مو الصيام ولا الحرارة، إنما إنك تضطر تتحمل ناس اللي كلامهم حضاري. أنا شخصيا ماي شخص اجتماعي جدا، وأفضل إني أقعد طول يومي مع رسمي، بس لما أطلع من المكعب بسميه بيتي. لازم اسمع كلامي يدل على تقدمنا الحضاري، ولا تستبعد انك تسمع باي شكل عن براءة اختراع لكلمات معينة لا وجود لها بالمعجم اساسا. يا اخي بيحطوا عليها كوبي رايت. بس خلونا نستكشف الكائن اللي ما بيستمتع بلذة الصيف، الطلاب اللي عندهم امتحانات نهائية. طبعا ما بستبعد نفسي منهم، بس عم احكي هلا بشكل عام. بوقت نزول المقطع كانت الامتحانات النهائية والصيف ورمضان نفس الوقت. فيكم تتخيلوا كمية الحماس اللي فيني لما اصحى الساعة 7 حتى اروح وارجع الساعة 10؟ شوفوا كمية الحماس اللي فيني. شيلونا من المرض من سمين المدرسة، خلونا بشي اهم، المواصلات. لا اختصر الموضوع عليك، المواصلات عبارة عن تنكة بأربع دواليب تشوي أي واحد بيطلع فيها. بس الشي اللي حسيته أغرب إنه اللي معاه سيارة بيتعذب أكتر من اللي بياخذ مواصلات عامة، لأنه أكيد لازم المقاعد تكون جلد. دام إنك دخلت ما في أمل تطلع. وشي تاني مزعج، الحشرات. المشكلة إنه الحشرات كتار. صح أنا مالي شخص مثقف، بس المفروض الحرارة موزعة على حجم الجسم، يعني لازم نلاقي ناموس ناري بالأجواء. بس لا، لازم تفي مشان تلاقي مليون قرصة على جسمك. كيف تستعجي تورجينا وجهك يا قليلة الحياة؟ عفواً، أنت تتهني بلقاحة؟ أنت الكسيد ما بتشوف الأولاد اللي بالعبارات وبيوتهم؟ ليش ما يكون مثلهم؟ نحن ما بنرس غير الكسارة. أنتم الوباقي اللي مخلينا موسي يدو تغم بالخيانة. أنتم السبب لكل أمراض المجتمع. أنتم هو سبب حقيقة الأمراض تهمونا؟ أنت مجرد وعاء، أنت مجرد برجمين، أنت مجرد وأخيراً أصعب شيء بالصيف كله بلا منازع، الطبخ. انا طبعا ما بطبخ كتير، بس انتو تخيلوا مدى المعاناة اللي بتجي عند البنات. اغلب وقتهم بالمطبخ، درجات الحرارة برا نار وجوا المطبخ نار نار. وشي بضحك صار معي شخصيا، انا بطبخ كتير، انا بطبخ بالليل كتير، كل الناس بتكون نايمة الا انا بتلاقي قاعد عم بطبخ اعرق الاكلات الشامية مع افضل التقييمات العالمية. الشي اللي بضحك، كان في مرة كنت كالعادة بطبخ بالليل الساعة 3 الصبح، طلعت ضجة خفيفة. وبتذكر اني تبهدلت وقتها. وتاني يوم اجيت بدي اكل من اللي ساويته، بعد شهرين من الشغل اخيرا خلصت الفيديو وقبل ما تبلش المدارس. شكرا لك لانك تابعت الفيديو للنهاية، بوعدكم بشي افضل مستقبلا. ولانه الفيديو بياخد بطبيعة الاحوال شهرين من الشغل، خليت لكم تلميحات بسيطة لتتسلوا فيها، تلميح عن لعبة سلندرمان، وتلميحين عن لعبة هلو نيبا، وتلميح لقناة موجودة على اليوتيوب، اذا عرفتهم اكتبهم بالتعليقات. شكرا لانس لانه مثل معي صوتيا، رح تلاقوا حساباتنا موجودة تحت الوصف. مع السلامة.